يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غداً إن شاء الله على محافظات الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 32-23 والإسكندرية 29-21، مطروح 28-23، بورسعيد 31-25 والإسماعيلية 33-22، وإلى السويس 32-22، العريش 30-22، طابة 31-24، شرم الشيخ 36-26، والغردقة 35-27، إلى الأقصر 36-24، أسوان 37-24، الوادي الجديد 35-23، حلايب 34-27، وشلاتين 36-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.